السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم ان شاء الله غنتقاسم معكم 16 استعمال ديال ورق الطهي بابي كويسون، استعمالات هائلة مدهشة غتفيدكم بزاف ان شاء الله في الشهر الفضيل. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والهنا وراحة البال، استعمالات صحية بمعنى الكلمة ومفيدة بزاف. ما عليكم الا تابعوا الفيديو حتى الاخير باش ان شاء الله تكتشفوها، وكنشكركم بزاف بزاف على المتابعة وعلى التشجيعات الرائعة ديالكم وعلى التعاليق ديالكم الطيبة والمحفزة، وكنرحب بالجميع. وما تنساونيش الا عجبتكم هذه الحصة وعجبوكم هذه الاستعمالات انكم تخليوا لي لايك اللي كيشجعوني، وكذلك تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب ديالكم تشجيع على القناة، وكذلك لتعم الفائدة واللي كيهم الامر وبغى يتعرف على هذه الاستعمالات. معلي اللي تابع الفيديو حتى الاخير وفرجة ممتعة. غندوزو اول حاجه بعدا نشرح لكم، حيت بزاف ديال الاخوات اللي سولوني على هذا الورق هذا. كاين هذا الشكل هذا اللي تيتباع في عند المولين، دوك اللي كيبيعوا الحلويات ولوازم الحلويات كيديروه بهذا الشكل هذا، كيكون مقطوع بهذه الطريقه هذه، يعني ماشي رولو كامل، كيكون بهذا الشكل هذا وكيجيكم مباشره في اللاطه ديال الفرن، هائل. وكاين اللي كيتباع كذلك صغر من هذا في الحجم، كيكون مقطع مربعات صغار، زعما يعني النص ديال هذا كيكون يتباع النص ديال هذا. وكاين هذا كيتباع في المحلات كذلك، انا هذا واخداه من مرجان، المهم راه كيتباع في جميع المحلات، جد رائع. وكنشجعكم البنات انه دائما ما يخطاكمش، ماشي كندير ليه الاشهار ولا شي حاجه، ولكن جد مفيد وهائل. هذا اللي كيكون انه تيكون صحيح، كنطيبوا به الحلوه ونعاودوا نطيبوا ونعاودوا نطيبوا، وانه تيكون مقاوم للماء، مقاوم للحراره، يعني هائل، واخا تخوي عليه الماء ما كيتقطع ما والو. هذا هو الورق اللي خصكم تعرفوا، وهذا هو اللي هذا هو الجيد. غادي ندوزوا على بركه الله للاستعمالات ديال هذا الورق العجيبه والمفيده باذن الله. غندوزو باذن الله لاول استعمال، غنسبق الاشياء اللي خصني نرجع المجمل. هذا اول استعمال باذن الله، وهو غادي تشوفوا الطريقه كيفاش كنستعملوا في تجميد اللحوم بجميع الانواع ديالها. كما كتعرفوا لكم الاختيار في تجميد اللحم، يعني ممكن ديروا هاد الاكياس، ممكن ديروا هادو، مهم لكم الاختيار فاش بغيتوا تجمدوا اللحوم ديالكم. ولكن انا ولا العلب كذلك اللي تكون صحيه، ولكن افضل طريقه وهي دائما الاستعانه بهذا الورق هذا. علاش؟ غتشوفوا الطريقه كيفاش. غادي نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا معايا انا هاد العلبه هادي مدايره فيها اللحم، ولكن باستعانه ديال هاد الورق، مفرشاه من التحت ومغطياه من الفوق، ما كيأثر عليه لا ثلج لا ما لا حتى شي حاجه، كيبقى يعني عازل ليكم، يعني اللحم كيكون ماشي مباشره منه للعلبه، اولا ماشي مباشره منه الكيس، كذلك ممكن ديروه وسط الاكياس كذلك، لكم الاختيار فاش بغيتوا تجمدوا. المهم انا غنعطيكم غير الطريقه. كما كتشوفوا معايا هذا اللحم مجمده هنايا في هذه العلبه هذه، وصدقوني البنات ما كيلصق ما والو، هانتوما هذا راه جامد، ولكن ها هو تهز معايا، يعني واخا ممكن هذه العلبه هذه نجمد فيها مثلا كميه اللي بغيت، كتحطي النص في هذه البلاصه هذه مثلا، وكتحطي القدر الاخر في هذه الجهه هذه، يعني كيبقى من التحت مفرشه، من التحت مفرشه الورق، ومن الفوق كذلك مغطيه بالورق، يعني طريقه صحيه وقالوها حتى الدكاتره، يعني طريقه هائله كتحمي ولا تجمدوا اللحم ديالكم بطريقه صحيه. كذلك بالنسبه الى بغيتوا ديروا وسط الاكياس، كتستعنوا بهذا الورق هذا، كديروا تلفوا فيه اللحم ديالكم وكتخشيوه وسط الاكياس البلاستيكيه. هذه الطريقه راها صحيه وعمليه بالنسبه لتجميد اللحم. نتمنى ان شاء الله تفيدكم، انها تنال الاعجاب ديالكم، ما كيلصق لا اللحم لا حتى شي حاجه. غندوز الاستعمال الثاني باذن الله، وكذلك كما قلت لكم غنسبق معكم استعمالات اللي غنبغي نرجع للمجمد. هنايا غادي تشوفوا اشنو غنتقاسم معكم. غنتقاسم معكم الطماطم اللي ديجا راه درت لكم فيديو كاينه في الحيل والنصائح، غنخليكم الرابط اسفل هذا الفيديو. علاش حطيت هذه القريعه؟ غير بالنسبه للاخوات اللي قالوا لك وديتي ترضق الزجاج في المجمد، ما كيترضق ما حتى شي حاجه، وكتبقى مطيشه ديالكم كما تشوفوا، ما كتلصق مع بعضياتها ما حتى شي حاجه. في القراعي ديال الزجاج ما كنحتاجوش بابي كويسون، ولكن في البلاستيك اكيد كنحتاجوه. كما كتشوفوا معايا انا عندي هنايا واحد الكميه اخرى ديال مطيشه، اشنو دايره ليها؟ سوا طيبتوها سوا خضره البنات. كما تقاسمت معكم الطريقه هي اللي مهمه، انكم كتفرشوا الورق ديالكم وكتعاودوا تغطيو، وممكن الا كانت العلبه كبيره تديروا طبقات، يعني كتديروا هاد الطبقه ديال الورق وتعاودوا تستفوا مطيشه ديالكم هنايا، وتعاودوا تلفوا كذلك الورق، طريقه صحيه ورائعه وما كيلصق معكم، ما تتلصق لا مطيشه
مع بعضياتها وكتبقى بطريقه صحيه، وكتبعدوا تعزلوها على كذلك على البلاستيك، يعني ما كتبقاش مباشره منها العلب ديال البلاستيك. كنتمنى ان شاء الله هذه الفكره انها تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للاستعمال الثالث وهي اي معسلات عندكم ولا اي حلويات ديال الشوكولات ديال التمر ديال اي حاجه اللي كتلصق مع بعضياتها، اشنو غادي ديروا؟ ضروري من ورق الطهي، هو المساعد الرسمي والرائع وكذلك الصحي. غادي تشوفوا معايا انا هنايا ما جبتش المعسلات البنات، حطيت لكم فقط الحلوه ديال التمر، رانا ديجا تقاسمتها معكم، غنخلي لكم الرابط ديالها اسفل هذا الفيديو باذن الله. اشنو كديروا؟ كتشدوا الطبقات اللي عندكم ديال الحلوه، كتفرشوا الورق وكتستو الحلوه ديالكم وكتعاودوا تتعاودوا تفرشوه، يعني كتقطعوه طويل بحال ما هكا، كتعاودوا بحال كتديروه بحال التنيات، يعني كتنيوه هكا تتستو تعاودوا تنيو تتستو، اولا ممكن تقطعوه على شكل مستطيلات وكل تستيفه كتحطوا مستطيل ديال الورق وتعاودوا تستو الحلوه وتحطوا. كذلك بالنسبه للشباكيه المعسلات اللي باغيين تحتفظوا بهم لا في الثلاجه ولا خارج الثلاجه، حلويات ديال الشوكولات اي حلوه عندكم اللي الاخرى كتخسر مثلا الوجه ديال الاخرى بالاخص في الصيف، انه كيذوب على الشوكولات كتفسد تيفسدوا بعضياتهم كل شيء. هادشي البنات جميع المعسلات وجميع الحلويات ديال الشوكولات وديال التمر بالاخص، ديروا لهم هاد الورق هذا وراه غادي ترحموني على الطريقه هذه هائله. كل شيء الطبقات كيبقاو هما وكيبقاو حتى في الثلاجه، كتحافظوا على الحلويات ديالكم بواحد الشكل اللي جد جد رائع وصحي، ودائما دائما كتكونوا عازلينهم على العلب ديال البلاستيك، ما كيكونوش مباشره منهم العلب. كنتمنى ان شاء الله كذلك هاد الفكره انها تنال الاعجاب ديالكم، الشهر الفضيل المعسلات ديالكم وكل شيء تحافظوا عليه بطريقه صحيه. بالنسبه لهذا الاستعمال الموالي وهو كذلك طريقه ديال حفظ الزبده في المجمد، رانا ديجا تقاسمتها معكم، كذلك غنخليكم ان شاء الله الرابط اسفل هذا الفيديو. دابا غندوزو للطريقه ديال الزبده. الزبده كذلك كتاخذوا اي علبه عندكم كتقطعوا الشكل القياس ديالها شكل مستطيل وكتبقاو تفرشوا وتحطوا، تتقطعوا الزبده ديالكم شكل مكعبات وكتفرشوا الطبقه الاولى وكتستفوا المكعبات ديالكم وكديروا الطبقه الثانيه وكتستفوا كذلك المكعبات ديالكم وكتعاودوا حتى تتكملوا كاع داكشي اللي عندكم. صدقوني كتبقى هاد الزبده مده طويله في المجمد، وفين ما احتاجيتو طريف كتهزوه، يعني لا داعي باش انكم تجمدوا هاد دقه وحده وتتبقاو قطاع وتجيكم قاصحه وخاصها ديكونجلا، يعني طريقه عمليه وتنديرها سنين. هذه طريقه صحيه كذلك بالنسبه للزبده، واخا انا دايرها في علبه زجاجيه ولكن الورق راه صحي اكثر وكيعزل لنا طبقه على طبقه، ما كتلصقش لنا الزبده نهائيا. بالنسبه للاستعمال الموالي وهي ممكن الا ما عندكمش هذوك ديال الكاب كيك انكم تعوضوهم بهذا الورق هذا، تقطعوا شكل مربعات وانكم تدهنوا هاد البلايص هادو بالزبده باش الورق، حيت هذا الا بغيتوا ديروه في المكان ديال الطهي ضروري ما تدهنوا الا بغيتوا يلصق لكم، اما هو راه ما كيحتاجش كاع نهائيا تدهنوا بالزبده، غير دهنوا لتحت القاع باش تحطوا الورق ديالكم ويلصق لكم، وهانتوما عوضوا ريوسكم الا ما عندكمش ديال الكاب كيك. وبالنسبه للاستعمال الموالي كما نتوما عارفين قبل ما نهضر على هذا المول، راكم كتحتاجوا هذا بابي كويسون في الطبخ ديال الحلويات ديالكم لي صابلي، اي حلوه مهم تتفرشوا في اللاطه ديال الفرن، ممكن تكون عندكم لاطه قديمه تحميوا الحلوه ديالكم وكذلك تتحميوا الحلوه ديالكم من الالتصاق وكطيب لكم بواحد الطريقه هائله. وغندوزوا لهذا الاستعمال هذا الموالي، هذا الاستعمال هذا ديال المول ديال الكيك، الا كنتوا باغيين ديروا شي لاجينواز او شي حاجه ولا شكيكه عاليه والمول ديالكم ما عاليش يعني تتخافوا عليها انها تفيض، الطريقه هذه كتقطعوا الدائره ديال المول، كتعبروا الدائره وكتحطوها هي الاولى وكتقطعوا واحد المستطيل اللي هو ممكن انه يشد كما تتشوفوا معايا، كتلصقوه فقط تدهنوا هاد المول هذا كدهنوه بالزبده باش يلصق لكم الورق ديالكم بطريقه هائله، وكتحصلوا على مول كبير، يعني واخا ديروا كيكه ولا جينواز ما كتخافوش عليه انها تفيض ولا تخسر معكم، طريقه هائله وعمليه بالنسبه للكيك وبالنسبه كاع الحلويات. كنتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم. افضل استعمال واحسن استعمال اللي كيعجبني انا بزاف وهو استعمال كذلك ديال الطهي ديال الطاجين بالخضره، الا درتوا الطاجين ديالكم بالخضره في الشهر الفضيل كما كتعرفوا ممكن انكم تطويو عليه واحد الوقت كتكرم الخضره، او الا بغيتوا طيبوه بسرعه تسرعوا ليه الطياب ديالو، كيتعطل هو شويه كيبغي ياخذ الوقت ديالو في الطياب، ولكن الا استعنتوا بهذا الورق
اشنو كديروا؟ اول حاجه كتسرعوا ليه الطهي ديالو، يعني كيطيب بسرعه، وثاني حاجه انه كيحافظ لكم على الخضره ديالكم، ما كتكرم ما كتقصح ما حتى شي حاجه. ونوريكم الطريقه كيفاش انا استعملته. كتشدوا القفاله ديالكم بهذا الشكل هذا، كتشدوا القفاله ديال الطاجين، حنا غرضنا غير بالقفاله ديال الطاجين، كتلبسوا ليها هذا الورق. وكنتمنى التصوير انه يكون واضح لكم. يعني هذه هي القفاله ديال الطاجين، كنجيب الورق ديالي وكنلبسو على الشكل ولا فورم ديال هذه القفاله هذه بهذا الشكل هذا، وكنضغط عليه من الوسط حتى تيشد ليا. وممكن كذلك الا ما شدش لكم الورق من الكاع ديال من الوسط ديال هاد القفاله، غدهنوا القفاله من الكاع ديالها بواحد شويه ديال الزبده باش تثبتوه. وبهذا الشكل هذا كتحصلوا على قفاله ملبسه بالورق، وكتجيبوا الطاجين ديالكم كديروا فيه الخضره ديالكم واللحم ديالكم بالصحه والراحه، وكتضغطوا عليه. يعني هاد الجوانب هادو ما كيخليوش نهائيا ان زعما يدخل ليه الهواء، اولا ممكن انه تقصح معكم الخضره. يعني كتضغطوا عليه مزيان وكديروا ليه بهذه الطريقه هذه، وكتحطوه فوق البوطه ديالكم. صدقوني كتبقى الخضره ديالكم الطيب ديالكم كاع اللي طيبتو فيه اللحم ديالكم وكلشي كيبقى شد السخونيه، وكيبقى كذلك بطاطا ما كتقصح حتى حاجه ما كتقصح، وكيسرع ليه كذلك في الطهي ديالو. و الا بغيتو النصائح ديال الطاجين هذا الله شريتو البنات جديد، انا راه كنطيب بزاف الطاجين الاخر اللي ديال الطين، ولكن حتى هذا قال لي مول الطواجن انهم مرخصين بهذا النوع هذا، لانه ماشي مجلج، ماشي دوك الملسين غير كيبان لكم مع التصوير. ولكن غنخليكم ان شاء الله الرابط ديال الطاجين النصائح المهمه على الطاجين، واول كيفاش تستعملوا اول مره وداكشي، غنخليكم ان شاء الله الرابط اسفل هذا الفيديو هذا. اللي كنتمنى كذلك ينال الاعجاب ديالكم. هاد الطريقه راه عمليه ورائعه في الشهر الفضيل، غير ديروها وما تخافوش على الخضره ديالكم. خطفوا الطاجين واحد ساعه ولا نص ساعه زعما قبل الا طيبتوه بكري، ما تخافوش عليه، كتبقى الخضره ديالكم هائله. لاش كينفع عاوتاني هاد بابي كويسون؟ هو في تسريع نضج الفواكه، يعني الا عندكم شي فاكهه وبغيتو تسرعوا ليها في النضج ديالها كديروا اي فاكهه كما قلت لكم وتقاسمت معكم في الفيديو ديال الحيه، غنخليكم ان شاء الله الرابط ديالو اسفل الفيديو كذلك. اي فاكهه بغيتوها طيب كديروها مع فاكهه اخرى، وكتلويو عليها هاد الورق هذا بهذا الشكل هذا، وكتحطوها في مكان دافي، يعني كتسرع لكم في النضج ديال الفواكه بواحد الطريقه عمليه وصحيه كذلك. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. غندوزو الحيلة الموالية، وهو كيلعب لكم الدور ديال الدواز. مثلا كنتو فشي بلاصة اولا تودر لكم، اولا كنتو زربانين ما لقيتوش، ولا كنتو فشي خرجة ولا شي حاجة واحتاجيتو لهاد الدواز هذا ما متوفرش، المهم في ديك اللحظة ما متوفرش، وعندكم القاعد يعني كتحاولوا تلويوه بحال شكل كورني بهذه الطريقة هذه، كتحاولوا تلفوه وكتدخلوه في اي قرعة. انا جبت لكم هاد الصغيرة البنات غير باش يبان لكم، الا جبت لكم كبيرة ما غيبانش مع التصوير. زيت ما اي حاجة، لانه هو زعما كيتحمل كل شيء كما كتشوفوا معايا. لاحظوا معايا الورق ما تاثر ما حتى شي حاجه. دوز ليا الماء بطريقه هائله، وكذلك ممكن يدوز الزيت، ممكن يدوز كما قلت لكم اي سائل، وتيبقى هو هو، يعني ما كيتاثر ما حتى شي حاجه كما كتشوفوا معايا. خويت فيه الماء ما وقع والو. هنا درت بديل ديال الدواز. كنتمنى ان شاء الله الحيله البسيطه انها تنال الاعجاب ديالكم كذلك. وكذلك ممكن انكم تاخذوه وتقطعوه وديروا كذلك على شكل كيما قلت لكم على شكل كورني بحال ما هكا، وترجعوه على شكل بوش. يعني الا عندكم ما عندكمش شي بوش ديال باش ديروا لا كريم اولا الشوكولات اولا الحلويات، يعني نتوما محتاجينه هو ما عندكمش في البيت ديالكم، ممكن انكم تعوضوه بهاد الورق هذا. غادي تلويوه على هذا الشكل كذلك، وغادي تقطعوه من التحت من هنايا، وممكن كذلك ديروا ليه سنينات بالمقص اذا بغيتوا ديروا ليه على شكل بوق. كتشدوا هاد البلاصه هادي فاش كتقطعوا الحجم اللي نتوما باغيين، وكتشدوا تتبقاو تزيكزاكيو لتحت، وكيخرج لكم لاكريم ديالكم، وكتضغطوا عليه بحال هكا من هنايا، وكتشدوا وكتزينوا الحلويات ديالكم وتزينوا اي حاجه. انا هنايا غير ما مصايبهش مزيان، ولكن نتوما الفكره راها واضحه. غندوزو كذلك الاستعمال الموالي، وهو كيما تقاسمت معكم الاستعمالات ديال هاد الاله العجيبه. لي الصراحه البنات انا واخا عندي قديمه، غنقول لكم راه عندي هاد الاله 12 سنه، عمرها ما تصوطات ولا تحرقات ولا وقع ليها حتى شي حاجه. كنستعملها قولوا تقريبا استعمال يومي، ولو غير تسخين الخبز، يعني ما كنفلتهاش شي نهار انها ما تخدمش. غادي ندوزو باذن الله الاستعمالات. اول حاجه تطيبوا فيها اي حاجه بغيتو في هاد الاله هادي كيما تقاسمت معكم، راه تقاسمت معكم
تقريبا البنات 20 استعمال، اولا 14 استعمال، وزدتكم 6 استعمالات باذن الله، وباقي في المستقبل استعمالات اخرى ان شاء الله اللي يجيب غير طولة العمر. غير نتوما اجتهدوا، واي باي استعمال بان لكم استعملوا فيها بلا تردد بلا ما تخافوا. كنتمنى ان شاء الله هذه الفكره انها تنال الاعجاب ديالكم، كيليق لينا كما قلت لكم في البانيني نفرشوا الورق في هذه الاله هذه، وكذلك ممكن استعمال اخر اي حاجه بغيتوا تسخنوها، يعني اي حاجه بردات معكم بغيتوا تسخنوها، ولو كانت الفريت، الفريته البنات الا بردات وكتعاودوا تسخنوها كترجع تقرمش، يعني الاكل اي حاجه كفته بردات، اي حاجه بردات ممكن استعانه بهذا الورق، راه كيفيد بزاف. وبالنسبة للاستعمالات الموالية، انكم ممكن كذلك تستعملوا هاد الوراق للكاشير، عوض انكم ديروا البلاستيك مباشرة وتلفوا فيه وهو ماشي صحي، او لا انا ما كنصحكمش بالورق ديال الالومنيوم، تفادوه نهائيا في الطهي ديالكم ولا في لف الحاجة اللي بغيتوا تخليوها سخونة، داك الشيء تفادوه لانه غير صحي، هذاك الورق ديال الالومنيوم غير صحي. بالنسبة لهاد الورق هذا ممكن تستعملوه بزاف ديال الحوايج، ومن بينهم الكاشير، كتلفوا الكاشير ديالكم في هاد الورق هذا بهذا الشكل هذا، وفي الاخير كتجيبوا بلاستيك الغذائي، هذا البلاستيك ديال فيلم المونتير هذا، وفي الاخير كتلفوه في هذا باش انكم تزيروا على الجوانب بهذا الشكل هذا، باش ما يدخلش لكم الماء نهائيا الكاشير ديالكم. وبالنسبه للاستعمال الموالي باذن الله، وهو كذلك الى طيبتوا الكسكسو ديالكم هكا القصريه، وكاين اللي كيسقي قبل ما ان العائله تجمع وكيغطي بالبلاستيك، وعاده باش كيغطي بشي فوطه، لا راه الاكل ديالكم كيكون صحي، ولكن فاش كتغطيوه بداك البلاستيك خرجتو عليه، اشنو غديروا؟ غتجيبوا القصريه ديالكم وغادي تغطيوها بهذا الورق هذا بهذا الشكل هذا مزيان، وعاده غتجيبوا البلاستيك ديالكم يا اما هذا ولا شي بلاستيك اخر، وعاده ديروا فوطه، يعني ولا كديروا فوطه فوق مباشره فوق هذا، وعاده كدير شي بلاستيكه من الفوق، هي هذيك البلاستيكه خاصها تكون بعيده كل البعد عن الاكل، باش ان شاء الله تحافظوا على الاكل ديالكم باذن الله. غندوزو لاخر حيله باذن الله، هي كذلك الفرماج. الفرماج اذا كان عندكم اي نوع نتوما اللي متوفر عندكم في الدار، طريقه كيفاش تحافظوا عليه في المجمد غنخلي لكم الرابط ديالها اسفل هذا الفيديو هذا، ولكن الطريقه الصحيحه وهي فاش انكم تحكوه، فرشوا ليه، المهم ممكن تفرشوا ليه بلاستيك غذائي في البلاطو حتى يجمد كامل، اولا من الافضل تفرشوا ليه هذا حتى يجمد، وفاش تبغيو تجمعوه في اي علبه نتوما باغيين ولا اي بلاستيك كما قلت لكم، اي نوع نتوما تتفضلوا، ولكن باستعانه ديال دار ديال الورق، تفرشوا الورق ديالكم وتزلعوا وديروا هكا، توزعوا الفرماج ديالكم محكوك، وتعاودوا ديروا طبقه اخرى وتوزعوا كذلك الفرماج الاخر، يعني كيخليه لكم وتحافظ لكم عليه بطريقه صحيه ورائعه. كنتمنى ان شاء الله هاد الحيل وهاد الاستعمالات انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وتستفدوا منهم ولو بالقليل، وان شاء الله تحافظوا على الاغذيه ديالكم بطريقه صحيه ورائعه، وتنشكركم بزاف بزاف على المتابعه، والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفة جديدة أو نصيحة جديدة مع خديجة، وشكرا على المتابعة.